بوم. هلو ايفري ون، حبايب قلبي، جريت تو، ليتس كونتينيو كونكت فيرست تيرم. وير جونا ستارت ريفيجن توداي. النهارده هنبدا المراجعه على كل اليونتس اللي اخذناه. هطلب منكم حاجات نعملها يا شباب في الهوم ورك، ويا ريت نلتزم جدا في المراجعه عشان الخلاص اللي هنشوفه هنا مش هنرجع ناخده تاني. وزي ما قلت لكم نهايه الشهر ده في جوائز مختلفه تماما للشطار اللي هيبقوا ناهيين الترم بكل حاجه حلوه بنطلبها. يونت 1 ميت ماي فاملي، ميت ماي فاملي. تعالوا نفتكر مع بعض كده. ليتس ريمبر ماي فاملي. جراند بيرنتس، جراند بيرنتس. قلنا جراند بيرنتس اللي هم جراندما اند جراندبا، جراندما اند جراندبا، دول جراند بيرنتس الاجداد. اسمهم ايه تاني؟ جراند بيرنتس، جراندما، جراندبا، بيرنتس، بيرنتس. بيرنتس اللي هم الوالدين، اللي هم ماذر، ضم بعض في الاي ار، ماذر، فاذر، ماذر، فاذر. واتفقنا مش هينفع اقول ماذر، اقول ماذر، فاذر، انكل، انكل. جميل. ابن عمي او بنت عمي، ابن خالي، بنت خالي، كازن، كازن. لو كانوا جمع نقول كازنز، كازنز. مش احنا قلنا جراند بيرنتس الاجداد اللي هم جراندبا اند جراندما، قلنا بيرنتس اللي هم فاذر اند ماذر. هنا انا بديك كلمه اسمها سيبلينجز. اسمها ايه؟ سيبلينجز. سيبلينجز اللي هم الاشقاء، اخواتي، سواء كانوا ولاد او بنات اسمها سيبلينجز. Siblings, sister, brother, sister, brother. نشوف الاكسترا بوكاب هنا. Nurse, ضم بقك في اليو ار. Nurse, glasses, ودايما جمع. Glasses, wear, skirt, ضم بقك في الاي ار. Skirt, friends. اوعى تقول فريندس، ازعل قوي. فريندس، تيتشر، لوك ات، انتروديوس، 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 جاكيت، جاكيت، براون، براون. جميل قوي. ده ريدنج، اول ريدنج مطلوب منك النهارده. جود ايفنينج. يبقى حضرتك اكتب لي على ده نمبر 1، الريدنج نمبر 1 اللي مطلوب منك النهارده. جود ايفنينج، جود ايفنينج. This is my cousin. He's 5 years old. This is my grandpa. These are my friends. This is my cousin. He's 5 years old. These are my parents. بص يا صاحبي يا جميل بقى، ركز معايا في اللي انا هقوله ده كويس قوي. احنا عارفين وفاكرين ان انا عندي this is للمفرد ولا للجمع؟ مفرد. This is للمفرد، وللجمع نقول these are. برافو على الشطار. This is للمفرد، these are للجمع. دي اول طريقه بقدم بيها افراد اسرتي. تعالوا نقدم جده كده، نقول هذا جد، يبقى هتقول ايه؟ برافو. This is my grandpa. This is my grandpa. أول طريقة تقدم بها المفرد this is. الطريقة الثانية بقى هتقول كده let me introduce. Let me introduce. Let me introduce my grandma, my grandpa.
يبقى انا عشان اقدم جده في طريقتين، قلت this is my grandpa يعني هذا جدي، let me introduce my grandpa يعني اسمح لي اقدم لك جدي. طب يلا نقدم تيتا. بالطريقة الاولى هنقول اشطر شاطر يا علي، this is my grandma، this is my grandma. طب بالطريقة الثانية هنقدم تيتا نقول برافو، let me introduce my grandma، let me introduce my grandma. يبقى قدمت تيتا بنفس الطريقتين، this is my grandma أو let me introduce my grandma. طب أنا قدمت دول مفرد، تعالوا نقدمهم كجمع بقى، هل هقدم أجدادي أقول this is ولا these are؟ برافو، these are my grandparents، these are my grandparents، أو let me introduce my grandparents. يلا قولها، let me introduce my grandparents. Let me introduce my grandparents. Let me دي الطريقة دي ما بيفرقش معاها مفرد ولا جمع، ينفع تقولها مع المفرد وينفع تقولها مع الجمع، لكن this is للمفرد و these are للجمع. اوكي stand up يا مرام، قدمي لي جد بابا وماما مع بعض اللي هم اسمهم ايه؟ بقول بابا وماما. ايوه برافو عليكي، قالت لي these are my parents، these are my parents. دي الطريقة الأولى. الطريقة الثانية هتقولي لي برافو، let me introduce my parents، let me introduce my parents، اسمح لي أقدم لك والدي بابايا ومامتي. thank you so much. طيب قدم لي يا حمزة، قدم لي بابا بس. برافو، this is my father. بالطريقة الثانية برافو يا حمزة، let me introduce my father، let me introduce my father، اسمح لي أقدم لك بابا. جميل جدا، قال لي this is my father أو let me introduce my father. مازن حمزة، قدم لي ماما. الله عليك، قال لي this is my mother، this is my mother. الطريقة الثانية الله عليك، let me introduce my mother، let me introduce my mother. يبقى قدم لي ماما قال this is my mother أو let me introduce my mother. عمر خطاب، قدم لي أخوك. this is my brother، this is my brother. بالطريقة الثانية برافو عليك، let me introduce my brother، let me introduce my brother. يبقى عموري قدم لي أخوه، قال لي this is my brother و let me introduce my brother. طيب عبد الرحمن هيقدم لي أخته، this is my sister، this is my sister، أو الله عليك let me introduce my sister، let me introduce my sister. جميل جدا. طيب يا محمد قدم لي صديقك. الله عليك، this is my friend، this is my friend، أو
جميل. Let me introduce my friend. Let me introduce my friend. رائع. Excellent. اتعلمنا نقدم اي حد يا شباب، صح كده؟ الاخوات مع بعض قلنا اسمهم siblings، اقدمهم مع بعض اقول these are my siblings. دي مش موجودة في الكتاب، انت بس اللي هتبقى عارفها ومميز. These are my siblings. Let me introduce. Let me introduce my siblings. رائع. برافو يا شباب. يبقى انا خدت الريدنج الاول، عندي ريدنج نمبر 2 هتكتب لي عليه نمبر 2 هنا. وبنصحك اوعى تفوت ريدنج مطلوب منك، لان انت كده هتطلع من الجوائز. احنا بنكتب كل حاجه لو مس نداء ده. Let me introduce my family. اسمح لي اقدم لك اسرتي. These are my grandparents. This is my uncle. His name is Amr. He wears glasses. Look at my parents. My father is a teacher and my mother is a nurse. My sister Amina is 5. My cousin Mona is 8 and my cousin Mazen is 6. ده الريدنج التاني اللي مطلوب منك. خلي بالك معايا بقى، ركز قوي قوي، فتح عينك، كبر الصورة وصحصح كده وبص معايا هنا. يرتدي يعني ايه؟ وير. حلو. ساعات هنقول وير وساعات هنقول ويرز واوقات هنقول ويرين، دول كلهم معناهم يرتدي. بس امتى هقول وير وامتى هقول ويرز وامتى هقول ويرين؟ خلي بالك معايا. صح صح قوي. بص يا قلب، لما اقول انا ارتدي نظارة، بص اقول ايه؟ I wear glasses. I wear glasses. طب هو يرتدي يبقى he wears. خدت بالك بقى، he she it والمفرد الفعل معاهم بيبقى اخره s، يبقى he wears مثلا glasses، هو بيلبس نظارة. طب هي بتلبس نظارة. she wear ولا wears؟ wears. she wears glasses. يبقى انا عرفت امتى اقول wear مع I، اقول I wear glasses. عرفت امتى اقول wears مع he وشي، اقول he wears she wears. حلو. طب امتى هقول wearing؟ دي بقى ليها قاعدة جميلة هنغنيها. هنقول ايه؟ am is are ing للverb. يلا نغنيها مع بعض. am is are ing للverb. برافو. الناس اللي ما بتقولش تقول معايا am is are ing للverb. كمان مرة. am is are ing للverb. مين بيحب ام؟ واحدة بس. اي بتحب ام. يا محمد يا حسام. اي بتحب ام. هي شي ات والمفرد دول بيحبوا از. هي شي ات والمفرد دول بيحبوا از. وي يو داي والجمع دول بيحبوا ار. قولوا يا شطار. اي بتحب ام. يا محمد يا حسام. هي شي ات والمفرد دول بيحبوا از. ابطال. وي يو داي والجمع دول بيحبوا ار. M is R I N G للverb. M is R I N G للverb.
يعني ايه الكلام ده اخويا؟ يعني حضرتك لما نقول اي هنقول اي ام ولا اي از ولا اي ار؟ جميل، اي ام، ام اختصارها كده، از اختصارها كده، ار اختصارها كده. اتفضلي يا ملك، ومش عايز كل شويه واحد يروح الحمام. بص يا قلبي، لما نقول اي ام وير ولا اي ام ويرز ولا اي ام ويرينج جلاسز، الشطار قالوا اي ام ويرينج. الله، ليه مش انت قلت لنا يا مستر اي دي بتقول فيها وير؟ قلت لك ايوه، بس لو كانت اي بس مش اي ام، لكن ام از ار اي ان جي للفيرب. طالما في ام يبقى الفيرب لازم نحط له اي ان جي. يعني انا لو قلت لك اي ام ريدينج ولا اي ام ريدز ولا اي ام ريد ا ستوري، شطار جدا قالوا اي ام ريدينج. ليه قلت اي ام ريدينج؟ علشان في مين؟ ام، واحنا قايلين ام از ار اي ان جي للفيرب. طب انا لو قلت كده بقى اي ايتينج ولا اي ايت ولا اي ايتس بيتزا، شطار جدا جدا قالوا اي ايت المره دي، ما تخدعوش وراحوا الايتينج، لان ما فيش ام از ار. طالما ما فيش ام از ار يبقى ما فيش اي ان جي. طب ما خدناش ايتس ليه؟ لان اي ما بتحبش الاس، اي بتحب المصدر بس. لكن لو كنا قلنا هي كان زمانها هي ايه؟ هي ايتس، لان هي وشي هما اللي بيحبوا الاس. شطار يا حبايبي. طيب لو انا قلت هي هقول هي از ولا هي ام ولا هي ار؟ شطار، هي از. طب هقول هي از وير ولا هي از ويرز ولا هي از ويرينج اهات، هو يرتدي قبعة. برافو، قالوا ويرينج. طب ليه ويرينج؟ علشان في مين؟ از، ام از ار اي ان جي للفيرب. طب انا لو عملتها نفس الجملة بالظبط بس ما فيش از، فهتقول لي هي وير ولا هي ويرز ولا هي ويرينج اهات؟ الشطار قالوا هي ويرز. ينفع ويرينج؟ لا. ليه؟ لان مفيش ولا ام ولا از ولا ار. طب ما ينفعش وير؟ لا، هي شي بيحبوا الاس، يبقى هي ويرز اهات. طب شطار جدا، تعالوا نقول وي ام ولا وي از ولا وي ار؟ شطار، جميل، وي ار. طب البنات بيقولوا لي وي ار وير ولا وي ار ويرينج ولا وي ار ويرز سكيرتس؟ على الشطار قالوا وي ار ويرينج. طب ليه ويرينج؟ عشان ار، احنا قايلين ام از ار اي ان جي للفيرب. طب لو خدت نفس الجملة وقلت وي وير ولا ويرينج اور ويرز سكيرتس، الله الله على الجمال، قالوا ما ينفعش ويرينج لان ما فيش ام از ار، ما ينفعش ويرز لان وي مش بتحب الاس، يبقى وي وير، لكن ويرز دي تيجي مع هي شي. انتوا كده شطاري حبايبي. خدنا اتنين ريدنج، شي ويرز جلاسز، شي از ويرينج ان اورنج سكيرت، جرانبا جراما mother father parents sister brother cousin uncle. التحيات او greetings قلنا in the morning we say good morning، in the morning
We say good morning. In the afternoon, we say good afternoon. ما سمعتش. In the morning, we say good morning. In the afternoon, we say good afternoon. انت يا صغنون. In the evening, we say good evening. At night, we say good night. Sky, moon, sun, comes up, goes down. Day, I say good morning to my mom, and she says good morning to me. The reading الثالث. نعمل عليه number three. Listen to me. I say good afternoon to my grandpa, and he says good afternoon to me. I say good evening to my grandma, and she says good evening to me. I say good night to my dad, and he says good night to me. The reading الثالث. الجمل المهمة. Reading number four والأخير عليك النهار. The sun comes up in the morning. The sun comes up in the morning. The sun comes up in the morning. The sun is in the sky. In the afternoon, the sun is in the sky. In the afternoon, the sun goes down. اوعى تقول داون. No, the sun goes down. In the evening, the sun goes down. In the evening, the moon is in the sky at night. The moon is in the sky at night. Excellent. دول أربعة عليا في الريدنج. أوكي؟ أوكي. وإحنا أخذنا مذكرة المراجعة. إحنا بنرسم اليونت على مرتين. المرة دي رجعنا نص يونت 1، المرة الجاية هنراجع النص التاني. خدت 4 readings هتبعتهم لي على الواتساب جروب. Open your new booklet، افتح البوكلت الجديدة وراجع معاه. Grandpa، Grandma، Parents، Grandparents، Uncle، Friend، Morning، Afternoon، evening, night, thumbs up, goes down, sky, sun, moon, children, chicken, chips, beach, neighbors. ما تنساش CH تشا، يبقى نقول children, chicken, chips, beach, neighbors. Well, GH is silent of neighbors. This is my cousin. This is my grandpa. These are my parents. These are my friends. The sun comes up in the morning. The sun goes down in the evening. The moon is in the sky at night. Come and play this afternoon. I have to help my parents. We can help. Finished.
This is للمفرد. These are للجمع. Good morning. Good afternoon. Good evening. Good night. In the morning. In the afternoon. In the evening. لكن الوحيدة اللي بتاخد at night. يلا نمشي بالدور من أول نور. هنا قلنا this is my father يا نور. هنا هنقول بقى هذا جدي. هتقول إيه؟ excellent. This is my grandpa. يا أشبال يا شباب يا حلوين. وسع المسافة بين الكلمات. سيب مسافة، مش عايز الكلام لازق في بعضه. This is my grandpa. لو عايز تخليهم في البيت ما عنديش مانع، انا كده كده هصححهم المرة الجاية، بس اهم حاجة عندي ما تكتبش بخط وحش وما تلزقش الكلام في بعض. سيب مسافات، ابدأ بحرف كابيتال وانهي بيريود. اتفضلي يا حبيبتي قولي لي هذه جدتي. This is my grandma. This is my grandma. Excellent. اتفضلي اختي بقى. برافو عليك. This is my sister. This is my sister. This is my sister. طب شاوري على انكل بقى، تقولي ايه؟ انكل. برافو. شاوري على عمي واقول This is my uncle. This is my uncle. This is my uncle. طيب يلا بينا يا بوسي. هتشاوري على بنت عمك، قلت لي This is my cousin. برافو عليكي. This is my cousin. This is my cousin. هلا هتشاوري هتقولي هذا صديقي. This is my friends. Friend بس friends، ده صديقي مفرد. تقولي this is my friend. قوليها تاني يا حلا. This is my friend. This is my friend. لكن friends دي الجمع، نقول these are my friends. اتفضلي يا رنا. قلنا these are my parents. انت ما تقولي هؤلاء اجدادي. These are my grandparents. These are my grandparents. These are my grandparents. These are my grandparents. جميل قوي. يلا بينا يا مرام. هؤلاء أولاد عمي. برافو عليك. These are my cousins. These are my cousins. تفضلي يا إيلين. أشاور على أصدقائي وأقول These are my friends. Excellent يا إيلين. These are my friends. These are my friends. اتفضلي يلا يا نورسين. أشاور على أعمامي وأقول برافو برافو. excellent well done. These are my uncles. These are my uncles. These are my uncles. هنا يا ليان قلنا good morning grandma. طب عايز أقول صباح الخير يا هنا، يبقى هقول لها good morning هنا. good morning هنا، بس لازم احط قبلها كما. لما الاسم في الاخر كده نكون بننادي عليه او بنوجه له الكلام نحط قبله كما. يبقى ليان قالت لي هنقول good morning هنا، وهنا لازم بقتش كابيتال عشان اسم انسان. يلا بينا اللي بعديها. مين وراكي؟ اتفضلي يا شويرية. عايز اقول بعد الدور بنقول good ايه؟ good afternoon. طب لجدي بقى. الله عليكي، هتقولي لي good afternoon اشرف.
ولا good afternoon grandpa. ماشي good afternoon grandpa. good afternoon grandpa ونحط قبليه كومة. good afternoon grandpa. جميلة يا شوشو. يلا بينا اللي بعديها. هقول لأمي مساء الخير اللي هي جود ايفنينج، هتقولي ايه؟ جود ايفنينج مامي. جود ايفنينج مامي. جود ايفنينج مامي. جود ايفنينج مامي. هقول تصبح على خير يعني ايه؟ جود نايت. بس بقول لبابا يبقى هقول له جود نايت داري. جود نايت داري. جود نايت داري. لو حبيت في مساء الخير يا امي تقول جود ايفنينج ماي ماذر، صح؟ هنا تصبح على خير يا بابا نقول له جود نايت داري او جود نايت ماي فادر. يبقى هنا جود ايفنينج مامي او جود ايفنينج ماي ماذر. جود نايت داري او جود نايت ماي فادر. مين على الدور؟ لا قالت دي اللي وراها. تشرق الشمس في الصباح وجايب لك كامز اب تساعدك اهي. The sun comes up in the morning. برافو يا رودي. The sun comes up in the morning. The sun comes up in the morning. The sun comes up in the morning. اقعدي. هنقول بقى الشمس تغرب في المساء. قولي علي. برافو عليك. The sun goes down in the evening. The sun goes down in the evening. يبقى قلنا الشمس تشرق في الصباح ازاي؟ The sun comes up in the morning. The sun comes up in the morning. The sun goes down in the evening. الشمس بتكون في السماء في فترة الظهر. مين هيقول؟ قول يا مازن. يا سلام على الجمال والنطق القمر اللي زيك. قال لي the sun is in the sky in the afternoon. The sun is in the sky in the afternoon. The sun is in the sky in the afternoon. The sun is in the sky in the afternoon. قول يا بودي. عبد الرحمن. الله على الجمال. The moon is in the sky at night. 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 يبقى قلنا the sun comes up in the morning. The sun goes down in the evening. The sun is in the sky in the afternoon. The moon is in the sky at night. قول لي يا مازن. What are the missing letters in a chicken? C-H chicken. برافو. قول لي عبد الرحمن. Children. ناقصة ايه؟ I. Children. محمد. Chips. اللي بعده. Chips. I. خليك واقف. قول يا حبيبي. Beach. C-H. برافو. Beach. يا أنس. Could you spell grandpa? G R A N D P A. برافو عليك. grandpa. excellent يا أنس. محمد وليد. مين دول؟ parents. spell parents. P A R E parents. ماشي يا محمد. برافو. parents. grand
حمزة. نيبرز، برافو. سبيل نيبرز. ان اي اي جي اتش سايلنت. شاطر جدا. بي او ار اس. انت دايما شاطر يا حمزة، برافو عليك. نيبرز، نيبرز. الاساتذه اللي ما عرفوش يراجعوا. grandpa parents neighbors grandpa parents neighbors neighbors. sit down. ياسين spell it chicken. c h i c k اي ان. انت كمان راجع، عشان لو لقيتك مش مراجع الوحده الاولى هتتمد على رجليك. chicken chicken. احمد spell moon. m double o ها n moon. برافو. حمزه تفضل. حمزة هاشم. morning spell m o r n i n g. morning. دايما شاطر حمزة حبيبي. chicken moon morning. محمد علي صديقي. friends. برافو الأصدقاء. f r i E N D S. ناس كتير قوي بينسوا الاي اللي بعد الاي دي، خلي بالك. friends friends friends. جميل يا محمد، اتفضل يا علي. man M A N. طب لو ده عمي هقول عليه ايه؟ uncle. spell uncle. U N C L E. uncle. تفضل يا بودي. the sun spell عبد الرحمن. S U N the sun. علي this or these is my father. excellent. This is my father. علشان مفرد، برافو عليك. يلا حماد. These is ولا these are my grandparents. برافو، علشان جم. These are my grandparents. حمزة برافو، علشان مفرد قال this is my sister. محمد these are my cousin or my cousins. cousins علشان جمع، شاطر جدا. حمزة number five. برافو. the sun goes down in the evening. اللي بعده the moon is in the sky at night. at night. يحيى the sun comes up in the morning. excellent. ميزو the sun is in the sky in the afternoon. excellent. sun is in the sky in the afternoon. مين بعد؟ تفضل يا ميزو. هنا number nine. برافو. هاني can help رامي. هاني يستطيع أن يساعد رامي. دايما كان وكانت يستطيع ولا يستطيع يجي بعدهم infinitive المصدر بدون أي إضافات. رامي and هاني are grandparents or friends. رامي وهاني دول إيه؟ grandparents ولا friends؟ friends صحاب. مرام let's
Let's play رامي، هيا نلعب يا رامي، اعمل كومة قبل رامي. Let's play رامي، الاسم لما يجي في الاخر بنحط قبله كومة، وليتس دايما بعدها المصدر. يا رنا، the sun or the moon is on the sky at night، دي خليها in، at night بالليل. The moon is in the sky at night. قولي يا نور. I am Rami. These are my parents or these are my sister. These are دي للمفرد ولا للجمع؟ يبقى these are my parents. يلا حبيبتي. Fill in the gaps. هنملى الفراغات بكلمات uncle or aunt, teacher or these. This is my family, space are my grandparents. تاخدي ايه من فوق؟ These are my grandparents. These are my grandparents. اللي بعديها this is my uncle. بشاور على عمي يقول this is my uncle. His name is Ahmed. اسمه أحمد. My father is a teacher. بابايا معلم. And my mother is a nurse. ومامتي ممرض. مين على الدور؟ بوسي. The sun. برافو. The sun comes up in the morning. شمس تشرق في الصباح. هلا. The sun is in the sky in the afternoon. Elaine, the sun goes down in the evening. Bravo, Elaine. The sun goes down in the evening. The space is in the sky at night. Bravo, Nursin. Well done. The moon is in the sky at night. هنوقف هنا المرة دي. مطلوب منك 4 readings، 4 reading، وكمان دول اللي في الكتاب. ايه اللي مطلوب مني في البوكلت؟ مطلوب مني اقرا من اول البوكلت لحد رقم 12 دي. Thank you and goodbye.